مرحبا من جديد. أراضي العراق ساحة لمواجهة أمريكية إيرانية من جديد، مشهد أصبح يتكرر خلال الأيام الماضية وتحديدا بعد 7 أكتوبر واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. جديد هذه المواجهة هو شن الولايات المتحدة ضربات على 3 مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران بحسب واشنطن في منطقتي جرف الصخر جنوب بغداد والقائم على الحدود مع سوريا ردا على استهداف قوات أمريكية مؤخرا. الهجمات الأمريكية الليلية والتي استهدفت كتائب حزب الله وهو أحد فصائل قوات الحشد الشعبي أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين. الحكومة العراقية وبعد الضربات وجهت انتقادات للولايات المتحدة وصفت بالأقسى حتى الآن، سيما وأن الهجوم الأخير استهدف فصيلا يعد مقاتلوه جزءا من القوات النظامية العراقية، حيث قالت بغداد إن الهجوم الأمريكي فعل مرفوض وتصعيد غير مسؤول. وأضاف المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية أن هذه الضربات تقوض سنوات من التعاون بين بغداد وواشنطن، معتبرا إياه تجاوزا لسيادة العراق بشكل سافر. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من جانبه قال إن على أمريكا الضغط لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة بدلا من استهداف مقرات وطنية عراقية حسب تعبيره. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في بيان بعد الضربات إن واشنطن لا تريد تصعيد الصراع في المنطقة، لكن في الوقت نفسه حذر من أن واشنطن مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية أفرادها ومنشآتها. هذا وكشفت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومستودعات تستخدمها كتائب حزب الله، وكذلك قواعد تدريب تستخدم لإطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة. وبحسب البنتاغون فإن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لأكثر من 150 هجوما بعد 7 أكتوبر. هذه الهجمات مشاهدين يقول محللون إنها تضع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني في وضع صعب، سيما وأنه وصل للسلطة بدعم ائتلاف من أحزاب موالية لإيران، فهو من جهة يريد إرضاء تلك الأحزاب ومن جهة أخرى يريد الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن. وكرر السوداني مرات عدة دعوته إلى انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، معتبرا أن إنهاء مهمة هذه القوات الأجنبية يشكل ضرورة لأمن واستقرار بلاده. من بغداد ينضم إلينا الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي. من واشنطن ينضم إلينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ميك مولروي. مرحبا بكما. إذا سأبدأ مع ضيفي من العراق من بغداد دكتور حسين. كيف تتابع هذه التطورات دكتور حسين، وخصوصا فيما يتعلق بالخطاب العراقي؟ يعني مساء الخير عليك، مساء الخير على ضيفك الكريم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. اكيد ما حصل هو انتهاك للسياده الوطنيه العراقيه واستهداف مقرات للقوات الامنيه في الجيش والحشد الشعبي، وهذا هو تحدي كبير بعد ان اعلن السيد رئيس وزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني في 5 كانون الثاني ب 2024 بقرار الحكومه العراقيه بانهاء عمل التحالف الدولي هنا في العراق، وكذلك بالمقابل السير نحو استثمار العلاقات الثنائية لكل دول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون هنالك لجنة ثنائية وأن يكون هنالك جدول زمني، وكنا ننتظر التوقيتات والسياق السياسي حقيقة لهذا المسار، وكذلك السياق الفني لهذه المفاوضات التي تجري بين الجانب العراقي وجانب التحالف الدولي. ولكن بعد أن طبعا تم استهداف مقر سابق لهيئة الحشد الشعبي
ولواء تابع لها. الآن كذلك هنالك استهدافات، ولذلك هنالك الآن كان اجتماع للسيد رئيس الوزراء في مجلس الأمن الوطني، وتم مناقشة القوات الأمنية العراقية هذا السياق وهذا المسار. وطبعا هنالك كان لقاء بين السيد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وكذلك السفيرة الأمريكية، وتم تسليم رسالة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية، وطبعا سيتم دراسة هذه الرسالة من قبل رئيس الوزراء ومن قبل كذلك وزارة الخارجية والوزارات والجهات المعنية بهذا الملف حقيقة. وبالتالي نحن نسير باتجاه مسار حماية السيادة الوطنية، الحفاظ على العراق من الانزلاق في الأزمة الكبرى الممتدة الآن في الشرق الأوسط وهي أزمة غزة. وعلى مدى عام لم يحدث هنالك أي هجوم على منشئة عسكرية عراقية تتمثل بالقواعد العسكرية العراقية تحتضن مستشارين الذين تم إنهاء يعني بعثة التحالف الدولي، ولكن ننتظر طبعا اللجنة الثنائية وننتظر جدول الأعمال. وكذلك بالمقابل البعثة الدبلوماسية الأمريكية حدث هنالك استهداف وتم مواجهته من قبل الحكومة العراقية، ولذلك عملية فرض القانون هي من اختصاص الحكومة العراقية الاتحادية التي هي المسؤولة مسؤولية يعني أساسية عن حماية الأمن القومي وإدارة هذه التحديات والمواجهات، ولا تعطي أي إذن أو أي كذلك بالمقابل مبرر لكي تقوم أي دولة خارجية أو كذلك طرف محلي بالقيام بهذا الدور. سيد مولروي، ما هو موقف الولايات المتحدة من هذه المطالبات التي بدأت تكثر في الآونة الأخيرة حول سحب قوات التحالف من العراق؟ Good to be with you, my fellow guests, شكرا جزيلا للاستضافة، أود أن أرحب بالمشاهدين والضيف. أود أن أبدأ أن أقول أني لا أتحدث باسم إذا الولايات المتحدة، ولكن أود أن أقول أن العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق ليست فقط مهمة، بل يبدو أن لديها أثار إيجابي إذا في المنطقة، فقد أدى إذا إلى القضاء على داعش ليس فقط في العراق بل أيضا في المنطقة، وهذا من المهم أن نشير إليه. وكما إذا أشار التقرير، الولايات المتحدة إذا استهدفت أكثر من 150 مرة منذ 7 من أكتوبر، وأعتقد أن أي دولة تعرضت لهذه الهجمات قد تشعر إذا بأهمية الرد، ومن الواضح أن ليس هناك أي شيء آخر قد يؤدي إلى توقف هذه الهجمات. وإذا نعرف أن هذه المجموعات هي إذا إيرانية تتحصل إلى دعم إيران وتستهدف إذا القواعد أو حتى قواعد عراقية. إذا أتمنى أن يتم النظر إلى هذه القضية بهذه الطريقة، وإذا حكومة العراق ستتناول هذه المشكلة، لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي موجودة بعد طلب ودعوة إذا الحكومة العراقية إن اختاروا إذا أن يسحبوا هذا الطلب. سيد ميك، لا أشك أن هذا سيكون مشكلة، نعم، ولكن يكون من مصلحة الولايات المتحدة بل قد إذا لا يكون من مصلحة الولايات المتحدة بل من مصلحة إيران. إذا يجب النظر إلى هذه القضية بهذه الطريقة. إذا جهود ضمان إعادة إحياء داعش في المنطقة هي قد انتهت، ومن المهم أن يكون هناك علاقة جيدة بين العراق والولايات المتحدة، لكن في آخر المطاف هذا قرار قد تتخذه الحكومة في العراق حيث ستبقى الولايات المتحدة أو تغادر. طيب ماذا نفعل بهذه المعادلة سيد حسين؟ يعني العراق يقول أن الضربات الأمريكية إصرار واضح على الإضرار بأمنه، القوات الأمريكية والجانب الأمريكي يقول بأن الميليشيات تضر بمصالح الولايات المتحدة ولن تقبل بذلك، ما هي الخيارات أمام هكذا معادلة؟ لا، الخيارات الأساسية طبعا أن يتم إيقاف إطلاق النار، لأنه منذ 27 أكتوبر 2022 ولغاية 7 أكتوبر 2023 لم يحدث هنالك هجمة على المصالح الوطنية العراقية أو على كذلك المصالح الأمريكية والمنشآت عبر البعثة الدبلوماسية أو كذلك تواجد المستشارين في القواعد العسكرية العراقية. وكذلك بالمقابل المسار الثاني والسياق الثاني هو قضية أزمة غزة التي انعكست على الأراضي العراقية والتي تحتاج الآن إلى
جهود كبيره من الولايات المتحده الامريكيه في الضغط باتجاه ايقاف اطلاق النار، لانها امتدت على الدول العربيه والدول الاسلاميه والتي لديها علاقات استراتيجيه مثل ما ذكر ضيفك الكريم. وكذلك بالمقابل السياق الثالث هو السياق السياسي الذي تعمل عليه الحكومه العراقيه مع هذه المجموعات هنا في العراق، والتي لديها ارث في الصراع مع الولايات المتحده الامريكيه من جهه، والتي تحاول ان تاخذ مسارات لمواجهه هذه الفرص الموجوده الان بين العراق والولايات المتحده الامريكيه، خصوصا بعد اكثر من عام من الاستقرار التام لهذه العلاقات وتطور فيها، وتطور كذلك من الجانب العمودي الذي ارتكز على الامن الى الجانب الافقي الذي ارتكز على الاقتصاد والبعثات الجامعيه والدراسيه وكذلك التبادل الثقافي وكذلك التكنولوجيا ومسارات اخرى ضمن اتفاقيه الاطار الاستراتيجي. وبالتالي نحن سارون بهذا الاتجاه نحو التنميه، نحو الاعمار، نحو التقدم، ولكن بالمقابل نحتاج الى تفهم الى الحاله العراقيه، الى الوضع العراقي الذي يحتاج الى مزيد من دعم الحكومه العراقيه من جهه، ومن جهه اخرى الى مواجهه هذه الاثار التي هي واحده من تداعيات ازمه غزه على الساحه العراقيه، والتي تعمل الحكومه العراقيه على قدم وساق لخفض التصعيد والسيطره عليه، لانه يهدد الامن والاستقرار ومكتسبات كذلك التنميه التي اصبحت استحقاق يتحقق على ارض الواقع. طيب سيد ميك، العراق يربط بين هذه النشاطات لبعض الميليشيات وبين الحرب القائمه في غزه، وبأن الولايات المتحدة لا تضغط من أجل إيقاف هذه الحرب، وبالتالي إيقاف أذرع إيران عن استهداف المصالح الأمريكية والغربية بشكل عام في المنطقة. كيف ترى وجهة النظر هذه؟ إذن بالطبع هذه الهجمات كانت تحدث قبل 7 من أكتوبر، وأنني أوافق أنها ازدادت منذ هذا الحين عندما كنت أعمل في البنتاغون. إذن كانت تحدث بشكل متكرر، ونعرف أن الوحدات التي كانت تحصل على دعم قبل إيران، ولكن مجددا أود أن أوضح نعم أن هذه الهجمات ازدادت. الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار في غزة حاليا، كما نعرف أنه يتم التحدث إذن عن العرض الحديث الذي تقترحه إذن الدولة الإسرائيلية إذن لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وأيضا زيادة المساعدات الإنسانية في غزة. وأني أتمنى أن الدول في المنطقة التي تود أن ترى إذا وقف هذا النزاع، وأتمنى أن جميع الدول إذا تدعم هذا العرض، ولكن كما نعرف أن إيران هي إذا العمل المشترك بين هؤلاء أو هذه المجموعات، ولا تريد وقف إطلاق النار، وإذا تستغل النزاع، وهي التي تدعم الحوثيين والهجمات في خليج عدن والبحر الأحمر، ويدعمون إذا حماس ويعطوهم إذا القدرات الكافية إذا لشن هجمات 7 من أكتوبر، وأيضا يدعمون حزب الله. وإذا نعرف أنهم يتداخلون في الهجمات ضد الإسرائيليين وكل الميليشيات التي يدعمونها في العراق وسوريا. إذا أتمنى أن تقوم الدول في المنطقة بضغط إذا إيران لخفض تصعيد هذه المنطقة لكي لا يتحول إلى نزاع إذا إقليمي، لأن شعب غزة هو الذي يتأثر ويتألم جراء هذه الهجمات. إذا بعد الاتفاق وقبول وقف إطلاق النار لـ2 شهرين قد نستطيع. شكرا جزيلا من واشنطن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ميك مولروي أو مولروي، ومن بغداد كان معنا الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي. شكرا جزيلا.